سيدي. شكرا، تحية نضالية لحضور الكريم، تحية نضالية لأسرة زريقات، تحية نضالية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اللي كانت تمنوا هذا الوقع. المفاوضة العربية باش تفتح باش تفتح بعد الخروقات اللي كتقوم بها السلطات المحلية في عميرة، ولي القضية ديال الزريقات ما هي إلا شجرة كتغطي غابة. هادشي راه كنعيشو في عيد عميرة، القيادة ديال عيد عميرة الوحيدة اللي كيعمر الباب ديالها الابتزازيين والناس منصابين على البناء العشوائي، وحنا في عيد عميرة كنحتاج دائما في اشتراك موحد على هاد النوع ديال التفريق والعنصرية في المغاربة. عند المواطن ديال الدرجة رقم واحد هما كيبنيو فوق الطريق الرئيسية أمام المنى وقدام عباد الله. المواطنين الضعفاء، المواطنين الفقراء كيتريبوا لهم ديرهم وكيتكلاو في العشرة ومات الساعه عارفين الساكنه ديال عيد عميره وسيدي ليبي كلهم. ولهذا كنطالبوا من جميع المواطنين باش يساندوا هذه العائله هذه ويدافعوا على الحقوق ديالهم ويلتحقوا بالجمعيه المغربيه لحقوق الانسان اللي جات باش تدافع على واحد الحق اللي هو حق دستوري كيتمنوا لنا الدستور، راه ما كيجمل علينا حتى شي واحد. الحق السكن راه ماشي ديال مقري وماشي ديال المغرب وماشي ديال المقدم، الحق السكن راه حق جميع المواطنين. وكنحيو مرة أخرى الجمهور الكريم اللي حضر معنا في هذا الوقت. عصابات تطول والقضية